أصلا التصرفات غريبة، أنت ما تعرف هل هو عناد، أحيانا تحس أنه عناد، ولا هم ما يدرون شو السالفة. يعني مثلا خلنا أعطيك على سبيل المثال حادثة مهمة، عندك واحد سوالك مشكلة في مباراة وقامت الدنيا وقعدت على راسك بسبب الواحد، لما تاخذه أنت وتحطه في مباراة ثانية مهمة ويسوي لك نفس المشكلة، أنا وش أقول؟ يعني يا أنك تعاند، يا أنك تعاند، يا أنك ما تدري وش السالفة. لا لا لا، يا أنك ما تدري وش السالفة، أكلمك صحيح. يعني الحين جد والله العظيم شيء غريب. وبعدين أنا أبغى أعرف هذا الفار في كل الكرة الأرضية، الفار تروح له ترجع منه بحل، عندنا احنا الفار ذا تروح له ترجع مشكلة مصيبة. والله العظيم مشكلة. يعني أنا قلت هذا في مباراة النصر والرعد، أنا قاعد أتفرج مع ولدي عمره 6 سنوات وجت لقطة الكوري سحبة، فقاعد أقول أنا بلنتي، يعني طالع فيني قلت بلنتي سحب، ما فيها كلام. فالولد الحين جالس يتفرج مع مين؟ مع الماستر حقه، يعني مع إيه، مع المثال الأعلى وعبقرية، هو شايفني عبقرية كرة القدم قاعد جنبه الآن. الآن بيأخذ مني المعلومات، قررت عن بعد خلاص. إيه، فقال لي لا، شفنا اللقطة بالإعادة، طالع فيني كده قاعد يتعلم كرة من أبوه العيب. قلت أنا بلنتي، طالع قاعد أشرح له سحبه وطاح وبلنتي. راح الحكم للفار، حلو، قال مهي بلنتي. طبعا أعطاني هو نظرة، طالع فيني مسوي فاهم، يعني تحسه قاعد يقول مسوي فاهم، ابغى برر له والله يا ابوي. يعني وهم عالم غريبه مش انا، يعني حتى ما عاد عرفنا نعلم عيالنا الكوره. قول يا ابو قول عطره.